بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبته وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله وشأن سائر المسلمين، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلق. اللهم اهدنا السوء وذريتنا والدينا وأحبابنا والمسلمين أجمعين لما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا وعن والدينا وذريتنا وأقربائنا وأحبابنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وعلمائنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري للإمام الحافظ الحجة ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته والمنتفعين بكتبه وعلمه وزواره في الدارين آمين. أما بعد، بدأنا في الأمس في الحديث 41، حديث تقديم العشاء على الصلاة. فالحديث مروي بإسنادنا عن مشايخنا إلى الإمام البخاري في صحيحه، ومنه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وتكلمنا على الوجه الأول، هذا الأمر ده على الرفق بالأمة والتوسعة، ولا على الوجوب أو الندب أو الإباحة؟ والراجح أنه على التوسعة، أحيانا يكون واجبا، أحيانا يكون مباحا، أحيانا يكون مندوبا. يقول في الوجه الثاني، فيه دليل على أن وقت المغرب ممتد، يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، لأن العشاء ما لها من أوقات الصلوات بجري العادة عندهم إلا صلاة المغرب. يعني تملي العشاء اللي هو الأكل في العشي يوافق صلاة المغرب في الغالب كده. إن كان صائما فحيفطر، وإن كان جاء من عمله فيأكل مع دخول الليل، لأنه يكون كالوجبة في النهار. وصلاة العشاء والغالب منها موافقتها لصلاة المغرب، لأن في الأول كانوا الإيه؟ كان الأعراب يسموا صلاة المغرب صلاة العشاء، وصلاة العشاء يسموها العتمة. وتملي القرآن بالغداة والعشي، بالغداة يعني الصبح والعشي يعني مع غروب الشمس. هو عايز يثبت لك ان الصلاة هنا اللي في الحديث مطلقة هو هي صلاة المغرب، يعني هو يبحث عن هذا المعنى. طالما ارتبطت بالعشاء، الصلاة اللي ترتبط بالعشاء هي دي صلاة المغرب. واذا كان صلاة المغرب وتقدم العشاء اذا كنت جائعا، دل على ان وقت المغرب ممتد مش مضيق، على ما ذهب اليه بعض الفقهاء ان هي ثلث ساعه، وده على فكره وجه الراجع عند الشافعي ان هو وقتها مضيق، حوالي ثلث ساعه الى نصف ساعه من الاذان، بعد كده تبقى قضاء عند الشافعي. مش تستنى لما العشاء تبدا تولي صليتها اداء، لا، ملكيه عندهم. ابن ابي جمره ملك كبير، فهو ايه طبعا يلتقط من الحديث لمحه تثبت ما ذهب اليه مذهبه وهو مذهب المالكي، وهو ان وقت المغرب ممتد
ولو لم يكن ممتدا ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم مع إقامة الصلاة لها أن يأكل فيستغرق من وقتها وهو مضيق، فدل على أنه موسع. كأنه إيه بيلمح على الشافعية، واضح؟ الشافعية دليل تاني، دليل تاني عند الشافعية، وهو أن جبريل لما جاء في مواقيت الصلاة، جاء أول يوم في أول كل وقت، وثاني يوم في آخر كل وقت، واليومين في المغرب جاء في نفس الوقت، فدل على أنها وقتها ملوش مسافة. قالوا قدر صلاة المغربية 3 ركعات وركعتي سنة، خلص وقت المغرب. وده يستغرق مع اللي بيصلي صلاة مريحة ويختم الصلاة وكده نصف ساعة على الأقصى. كويس؟ لكن الوقت طبعا الناس ممكن تصلي المغرب في 5 دقائق والسنة في 3 دقائق. والمختصر الوجيز في صلاة العواجيز. فتمشي. ويبقى عنده وقت ممتد. انما طبعا على صورة الصلاة ايام الصحابة، النبي كان يعني شوية بيطيل الصلاة لأسباب كتيرة. أولا حب الصحابة أنها تسمع منه. الصحابة نفسها كانت تشتاق لسماع القرآن من النبي، ما تزهقش. حتى لو تعبانين يصحصحوا أول ما النبي يقرأ. فما حدش بقى يقيس صلاة النبي بصلاة، أولا صوتك مش زي صوت النبي. وحب الناس انها تسمع منك مش زي حب الناس انها تسمع من النبي. انت لو قريت ربع الناس تتخانق معاك، النبي لو قرا سوره البقره تقول له اكمل. ففرق كبير يعني بين حال النبي وحب الناس للنبي وجمال صوت النبي والقاء النبي وخشوع النبي. من ايه؟ من غيره من الائمه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه المغرب احيانا يقرا في الركعه الاولى الطور مثلا، والركعة الثانية سورة النجم أو سورة القمر، وبعدين يصلي السنة ويختم الصلاة. يعني حكاية نص ساعة، يعني حكاية تاخد لها نص ساعة تمشي. فعشان كده الشافعية يقول لك هي نص ساعة كفاية. لكن المكية يقول لك لا، لحد أذان العشاء. وأذان العشاء عندهم إمتى؟ مش زي وقت النتيجة هنا. أذان العشاء بغياب الشفق الأحمر. الأحناف هم اللي قالوا غياب الشفق الأبيض. فالنتيجة هنا ماشية على رأي الأحناف من باب إيه؟ التثبت لدخول الوقت. لأن وقت الأحناف للعشاء هو وقت بالإجماع. لكن وقت العشاء عند الشافعية والمالكية والحنابلة مش وقت بالإجماع، لأن الإمام أبو حنيفة اعتبر أن الشفق هو الأبيض. والأبيض بيختفي بعد الأحمر بحوالي 3 ساعة إلى نصف ساعة. كويس؟ يبقى خروجا من الخلاف الاحسن انك انت تعجل بصلاه المغرب. الا ان تكون صائما او جائعا فتاكل اكل مختصر وتصلي الصلاه، مش تاكل اكل مطول وتختصر الصلاه. الناس عكس يعني. يطول في الاكل قوي ويأثر في الصلاه قوي، لان انت لو كترت في الاكل تأثر في الصلاه على طول، لانك هيجي لك الوخم. النبي كان صلى الله عليه وسلم يأكل أكل المتعجل، وكان إذا أكل لا يشبع، عشان كده كانت قرة عينه في الصلاة. إنما إحنا ناكل ونشبع وننام ونعم، وبعدين نقوم كسلانين على الصلاة، نصلي بقى صلاة إيه يعني وجيزة كده. لكن أحسن من اللي ما بيصليش خالص. لكن على أي حال في أمور الأعمال الأخيرة لا ترضى بالأدنى، حاول تجتهد وتبقى في الأعلى يعني. الدليلين اللي عايز يقول إن هي صلاة المغرب، أحدهما ما عرف من حال الصحابة رضي الله عنهم من كثرة دوام صومهم. يبقى العشاء هيجي مع المغرب مع وقت الفطر. والآخر من الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام وأقيمت الصلاة. الدليل الثاني انه بيقول اذا اقيمت الصلاه، واقامه الصلاه بتكون داخل المسجد، ولا تكون اقامه الصلاه مقترنه بالاذان مباشره الا في المغرب. يبقى كان الاذان علامه على اقامه الصلاه في المغرب، واضح؟ لكن الاذان مش علامه على اقامه الصلاه في باقي الصلوات، لان في مسافه بيقعدوا يتزلوا. انما المغرب لو ما نزلتش مع بدايه الاذان مش هتلحق تكبيره الاحرام.
خصوصا عند الملكية أو أنه لا إله إلا الله يصلي على النبي ويدعي الدعاء بتاع اللي بعد الأذان ويقيم الصلاة على طول. وكذا الأحناف. الشافعية ينتظر انتظار قليل بقدر ركعتين خفيفتين. وإقامة الصلاة لا يسمعها إلا من يكون في المسجد أو ما قرب من المسجد، وهذا اللفظ عام يتناول من يكون في المسجد ومن لا يكون في المسجد، لأنه يقول إذا أقيمت الصلاة، ده لفظ عام يتناول اللي داخل المسجد واللي خارج المسجد. ومن لا يكون في المسجد بقرب أو بعد وهو الأكثر. وكيف يسمع الإقامة من ليس في المسجد وهو بأمنه لبعد؟ فإذا لا يمكن، لأن الإقامة فيما عدا المغرب إذ ليس لها زمن معين يعرف به وقتها. أي صلاة تانية أنت مش عارف وقت الإقامة قد إيه، ممكن بعض المساجد 10 دقائق، ربع ساعة، في مساجد نص ساعة، كل براحته بقى، ما لهاش وقت محدد. المغرب إقامتها معروفة، بعد الأذان بفترة بسيطة، فترة بسيطة جدا بقدر الدعاء أو قدر ركعتين خفيفتين، لأنه قد جاء عن سيدنا صلى الله عليه وسلم أنه مرة يوقع الصلاة في أول الوقت، وأخرى عليه الصلاة والسلام إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، لأن المتبع للسنة لا يبدأون بالعشاء والوقت متمكن، والخلفاء بعده كانوا يقعدون في آخر المسجد فلا يقيمون الصلاة غير المغرب يعني حتى يجتمع الناس، فدل ذلك على عدم تعيين وقت الإقامة. ولم يختلف النقل عن سيدنا صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء بعده ومن بعدهم إلى هلم جرى أن المغرب لا تتأخر الإقامة عن وقت الأذان بها، فكان سمع الأذان سمع إقامتها. فبان بهذين الدليلين أن الظاهر من الإشارة بالصلاة في الحديث صلاة المغرب، وثبت بهذا الظاهر أن صلاة المغرب لها وقت ممتد، يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام فابدأوا بالعشاء، فلو لم يكن وقتها ممتدا ما أمرهم بترك الصلاة حتى يخرج وقتها وهم ذاكرون قادرون. بإيه؟ بيلمح للشافعية، واضح؟ لكن الشافعية يقول لك هنا يعني هياكل بسرعة، ياكل بسرعة بحيث يقضي نهمته من الأكل، مش شرط يشبع ويوم يصلي عليه. زي ما بنعمل احنا واحنا صايمين، بتعمل ايه؟ او بتسمع الاذان، تاخد لك كم تمره، تشرب لك كوبايه عصير، تشرب لك كوبايه ميه، وتنزل تصلي عليه. فهي الحكايه مش بتقعد بقى يعني تاكل الاول سلطات وحوادق ومحاشي ومش عارف ايه، وبعدين يقول لك تحبس بصينيه الكنافه، وبعدها تحبس ببراد الشاي، وبعدين تقول لهم دول حاجه نهضم، فتاخد فوار تهضم، وبعد كده يلحقوك. ايه؟ لان اتهضم بقى، يلحقوك حاجه تانية لانك خدوها، وتقعد كده شغال لحد الفجر، وبعدين في الاخر ينقلوك المستشفى من غسيل معده من اللي عملته في نفسك. لكن الاكل المتجوز ده حلو، يخليك كده ايه؟ لطيف في كل شيء. الوجه الثالث، فيه دليل على ان الافضل في صلاه المغرب اول وقتها، أول وقتها، يؤخذ ذلك من قوله إذا أقيمت الصلاة فلولا دوام عليه الصلاة والسلام على أن إثر الأذان لها تقام حتى رجع ذلك لها علما لا يحتاج فيه لغيره، بما أخبر بسمع الأذان عن سمع الإقامة. وما دام صلى الله عليه وسلم عليه، يعني ما دام عليه، يعني ما داوم عليه صلى الله عليه وسلم، هو الأفضل بلا خلاف. طبعا النبي كان يختار أفضل الأحوال ويداوم عليه، لكن أحيانا يترك الأفضل لبيان الجواز والسعة للأمة، لكن يداوم بعد كده على الأفضل صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع، يؤخذ من هذا من الفقه أن العادة إذا كانت لا تنقرم قامت في الأشياء مقام الإفصاح بها، أن العادة إذا كانت لا تنخرم، يعني لو واحد معتاد على حاجة كل يوم كل يوم، يعني كل يوم مثلا بعد ما يصلي العصر بساعة بيقول لمراته اعملي لي كوباية شاي، خلاص عادته كده، خلاص عرفت كده، هي مش جابها لسنين، يجي يوم يقول لها هات لنا حاجة نشرب في نفس المعدة، مش هتقول لها تشرب ايه، تبقى غلسة منها، ما يعرف انه هي كوباية الشاي.
طالما العادة لا تنخرم حتى لو ما تصرحش هتجيب لك اللي هي عارفاه، فاهم؟ هات لنا حاجة نشربها، وانت كل يوم بتشرب شاي في الوقت ده، خلاص بقى هتجيب لك بقى الشاي، ولا هتجيب لك يعني شوربة، يعني هتتضايق منها، صح؟ ليه؟ لأن العادة إذا لم تنخرم، إذا أطلقتها تعود للعادة، تقيد بالعادة. إذا أطلقت، زي ما تكلم مثلا إيه واحد في السوق، تقول له مثلا الكوباية دي بكام؟ يقول لك ب2 جنيه، مش 2 جنيه استرليني يعني، إحنا في مصر، يبقى 2 جنيه مصري. على طول، لأن العادة كده، إذا أطلق جنيه وإحنا في مصر يبقى جنيه مصري، ما يبقاش جنيه استرليني، خد بالك إزاي؟ لأن العادة طالما موجودة وإذا أطلقت تحمل إطلاق على العادة. اللي هو الإمام الشافعي يقول عليه المعروف عرفه. واخد بالك؟ الفقهاء قالوا كده إن العرف المستقر والعادة المستقرة تقيد إطلاقات الناس في العقود وفي الكلام. يؤخذ من هذا من الفقه أن العادة إذا كانت لا تنخرم يعني مستمرة عليها، لا تنخرم يعني لا تنقطع، قامت في الأشياء مقام الإفصاح بها وأغنت عن النطق بما دلت عليه بلا إفصاح به. ويؤخذ منه من الفقه أن من لازم شيئا من الأشياء لا ينفك عنه كان وصفه بذلك الشيء زيادة بيان في تعريفه. يؤخذ ذلك من أن الأذان شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة شرعت للإعلام للدخول في الصلاة. يبقى الأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام ببدء الصلاة نفسها. فلما لازمت الإقامة في المغرب الأذان، بقت الإقامة وراء الأذان على طول في المغرب، فصار الإقامة كأنها أذان، والأذان كأنه إقامة، لأنه الاثنين ملازمين وراء بعض. زادت في تعريفه وصفا، لأنه يعلم به الأمران معا ويخبر عنهما بأحدهما ويصدق عليه، كما فعل هنا سيدنا صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عنه في الإقامة، يقول إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، ما قالش وأذن للصلاة. والإقامة إعلام ببدء الصلاة، والأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، ولا يجتمعان إلا في المغرب، إنما باقي الصلوات بينهم مسافة. فكل دي قرائن على ان الصلاة المطلقة في الحديث حملت على المعروف عرفا، وهي الصلاة المقترنة بالعشاء، والصلاة المقترنة بالعشاء واللي اقامتها مقترنة باذانها هي دي المغرب. يبقى حملوا الصلاة المطلقة على المعروف عرفا. فهمت بقى طريقة فقه الشيخ يعني. الوجه الخامس، يؤخذ منه جواز بدل الأسماء الشرعية بالاصطلاحية والعادية إذا لم يخرج ذلك من الفائدة التي قصدها. يؤخذ ذلك من تسميته صلى الله عليه وسلم الأذان بالإقامة، لأنه لم يخرجها بكونه سماها بما جرت به العادة فيهما. أحيانا يقول على الإقامة التثويب، التثويب اسمه الإقامة، يقول لك إذا سمع الشيطان الأذان ولا مدبرا وله ضرات، فإذا فرغ من الأذان عاد ليخطر بين المرء وصلاته، اللي هي صلاة السنة القبلية. فإذا سمع التثويب فر وله ضرات، التثويب هنا الإقامة. يبقى أحيانا يعبر الشارع عن الإقامة بالتثويب، وأحيانا يعبر عن الإقامة بالأذان الثاني، وأحيانا يعبر عن الإقامة بالأذان نفسه في المغرب. فهمت بقى الطريقة اللي عايز يفهمها لك الشيخ في فهم النصوص الشرعية يعني. لأنه لم يخرجها بكونه سماها بما جرت به العادة فيهما عما وضعت له، لأنه لا تقام الصلاة حتى يدخل وقتها. وقد قال مالك رحمه الله بالمعاني استعبدنا لا بالألفاظ، فإذا بقي المعنى الذي استعبدنا به، خد بالك استعبدنا يعني علاقتك بربك، مش في العقود بقى اللي بينك وبين البشر، لا، العقود اللي بينك وبين البشر اللفظ فيها مهم، لكن مع ربك لو غلطت في اللفظ ومطلع على قلبك، فالعلاقة اللي بينك وبين ربك العبرة فيها المعنى،
مش العبرة فيها اللفظ، بدليل الحديث اللي هو لما الرجل أخطأ وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ربنا ما قالوش يا مجرم إزاي أنت تقول كده، ما قالوش كده. لكن لو قالها الواحد مننا يجعله مخطئ، لأن أنا بحكم عليك من خلال لفظك، لأن أنا لا اطلاع علي على قلبك. وعلشان كده في العقود اللي هي بتبقى بين الناس وبعضها، زي عقد الزواج، عقد البيع، عقد الطلاق، عقد الوكالة، العقود دي كلها لازم نراعي فيها الألفاظ ونطبقها. لكننا بنتكلم استعبدنا، يعني العبادة، مطلق العبادة مش المعاملات. فهمت بقى؟ عشان بس ما تفهمش ايه الحكاية، تقول لواحد مثلا انا كان قصدي يعني، تقول له مثلا سلفني كذا، فيدي لك على انك هترد، يقوم ما يردش. ليه ما ردش؟ يقول لك انا كان قصدي يعني توهب لي يعني، بس ايه زلفت لسان، فقلت لك سلفني. انا فهمت انها سلف، توهب لي يعني حاجة هدية، بقى دي حاجة تانية ما كانش ببالي. فهم؟ فما تنفعش التعاملات مع الناس، لازم الألفاظ تبقى واضحة ومنضبطة. لكن مع الله يعذر، يعني لو لسانك غلط، يعني انت وانت بتنوي مثلا صلاة عصر وقصدت عصر بقلبك، جيت في لفظك قلت نوي صلاة الظهر وقلبك منعقد من عصر، تنعقد عصر، لأن ربنا مطلع القلب والعبرة بالقلب. واضح؟ لكن اللي واقف جنبك سمعك يقول كده ما ينفعش، انت ما دخلتش في الصلاه كده، احنا بنصلي عصر طول الوقت، انت نايم. فاهم؟ لان الثاني هيحكم عليك من خلال اللفظ، لكن ربك هيحكم عليك من خلال قلبك. ففرق كبير يعني بين التعامل مع الله والتعامل مع الخلق. قال مالك رحمه الله: بالمعاني استعبدنا لا بالألفاظ، فإذا بقي المعنى الذي استعبدنا به لم يلحقه ذلك خلل. يعني احنا مثلا ساعات لما تيجي تدعي الواحد تقول له ربنا يرزقك، عارف ربنا يرزقك باللغة من حيث اللغة يعني يجي لك رزية، يعني مصيبة، ما بالهمزة يرزقك جاية من الرزايا. فهمت ازاي؟ ودي مشهور على ألسنة الناس، يقول لك ربنا يرزقك، وهو بيدعي لك مش بيدعي عليك. والدعاء ده عبادة ولا معاملة؟ يوم ربنا ينزل لقلبه ويقصد يعطيك. فاهم؟ يوم يدي لك، يحولها ربنا عنده إلى رزق مش رزية. واضح؟ لأن الأصل كده. يبقى ايه يعني ساعات كتيره الناس لما تيجي تدعي لبعضها تدعي على بعضها مش تدعي لبعضها، زي الام لما تدعي على ابنها وتزعل من اللي يقول امين، يعني هي بتدعي على ابنها لانها بتغاظ منه، ولو حد قال امين تتخانق معاه. يعني ربنا مطلع على ان هي لما بتدعي يعني عايزه يعني ايه تعاقبه عقوبه ظاهريه، لكن لا تقصد معنى الكلام اللي بتقوله ولا تريد. هذا معنى كلام الامام مالك، ان الله استعبدنا بالمعاني مش بالالفاظ، والدعاء ده من ضمن العباده. لكن هذا ما يمنعش انك انت تكون دقيق العباره في كل حاجه يبقى كويس، لكن انا بكلمك كيف يتعامل الله مع عوام خلقه، لان مش كل الناس علماء باللغه، فممكن تفوت منه حاجه. وعشان كده انك انت المفروض ما تبخش الناس بمآلات الفاظهم والا هتكفرهم. واخد بالك؟ يعني مثلا ساعات الناس تقول كلام يقولوا مثلا ايه البقاء لله، يقولوا البقيه في حياتك، يجي لك بقى واحد يعمل لك خطبه جمعه ان البقيه في حياتك دي غلط. ما هو ما يقصدش اللي يقول كده، ما يقصدش يعني طالما انت لسه عايش والتاني مات يبقى انت لسه في حياتك فيها بقيه، بدليل ان انا بتكلم عليك ولسه بتعمل كده. ما اقصدش انك انت ان التاني مات ناقص عمر وربنا هيوصل الباقي في حياتك، ما اقصدش انا المعنى ده، مفيش مسلم يقصد المعنى ده. لكن التاني الجاهل اللي عايز يعملها خطبه جمعه يلزق في الناس المعنى ده، والناس مش في بالها المعنى ده اصلا.
واضح. فربنا ما بيؤاخذش الناس ليه؟ ايه القرينه ان الناس مش في بالها المعنى ده؟ ان ده مسلم وعارف ان لكل اجل كتاب. ما فيش مسلم سواء راح للازهر ولا ما راحش الازهر بيعرف يقرا ما بيعرفش يقرا الا وعارف ان لكل اجل كتاب. صح ولا لا؟ في حد مسلم يعرف كده؟ فلما يقول لك الباقي في حياتك انا عندي قرينه اسلام وانه لا يقصد المعنى الخطا بقرينه اسلام، فانا ما لبسوش تهمه بالمآلات او ان كلامك ده يقول الى المعنى الذي يقول انه مات ناقص عمر وهذا لا يجوز، وخالف صريح القران، ومن خالف صريح القران كفر يا مجرم. انت لبست تهمه والراجل ما يقصدش الكلام. في ناس بتفكر بالعقليه دي على فكره، وهذه العقليه تفرق الامه وتسيء الظن بالناس، فاحنا مش عايزين كده. انا عندي قرينه ان ده راجل مسلم ويعرف ان ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يخطئ في اقداره احد. لما يقول اللفظ ده ما يقصدش المعنى القبيح، لا ده يقصد معنى تاني. زي برضه لما يقف مثلا يزور الوالي اللي ميت، ما ده مسلم بيكلم الوالي، تقول له لا انت بتعبده. طب وانا لما اكلمك تبقى بعبدك؟ ما هو الوالي ده بشر زيي زيه، وانا لما بكلمك كده ابقى بعبدك؟ حاجه غريبه. هو بيكلم الوالي زي ما بيكلم الشيخ وزي ما بيكلم الدكتور. واقف مثلا قدام الوالي بيقول له انا بطني بتوجعني يا مولانا، ورحت للدكاتره وادوني علاج ولسه ما خفتش، شوف لي حاجه. كانه رايح للدكتور تاني وبيقول له كده. فمشرك لما يروح للدكتور التاني يقول له كده، ولا هو بيبحث عن سبب اخر نابع يزيل ما به من شكوى من شخص اخر اكثر خبره؟ يقول له بس ده ميت. طب ما هو ده اولى انه لا يظن انه اله، لان الاله حي لا يموت. ما هو عارف انه ميت، يعني هو رايح له عارف انه حي يعني ولا عارف انه ميت؟ طب وربنا بيموت؟ هتشتبه يعني عنده بالموت والحي. طب وبعدين احنا اعتقادنا في الميت ايه؟ المسلمين ان الميت حي حياه برزخيه وانه يدرك ويسمع من يزور. انما مين اللي اعتقد في الميت ان هو لا يدرك ولا يسمع وان هو خلاص انتهى ويأس من اصحاب القبور؟ المشركين. انت عايز يبقى مشرك؟ ما هو لو اعتقد ان الميت ما بيسمعش ومش حي في قبره، ده بقى اعتقاد المشركين. مش بيقول لك يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس مين؟ الكفار من اصحاب القبور، ولا المؤمنون من اصحاب القبور؟ كما يئس الكفار من اصحاب القبور. يبقى الياس من صاحب القبر انه صار عدما ولا اطلاع له على الدنيا، ده اعتقاد الكفار مش اعتقاد المؤمنين. فهو عايز يرده للتوحيد بانه يمنعه من اعتقاد المؤمنين ويخليه موحد باعتقاد الكفار. اي توحيد هذا؟ اي توحيد هذا؟ سوء فهم. يقول لك الاحسن كده بيطلب منه ما يطلب من الله. الشافي هو الله وبيطلب الشفاء منه. طب ما انت بتطلب الشفاء من الطبيب. والطبيب يعني اله؟ ما هو بشر برضه، ده بشر وده بشر. لأن طلب الشفاء ده طلب الأسباب، وتعبدنا الله بالأسباب، تعبدنا بالأسباب، ولكن تعبد القلوب بالحقائق. فأنت جسدك منهمك في الأسباب وقلبك مع رب الأسباب. هذا المؤمن كده ينهمك مع الأسباب تعبدا ويتوكل على الله ايمانا وتعلقا في كل حاجه. حتى من اعتقد ان الميه دي تروي حقيقه كفر. يقول لك الميه بتروي العطشان، هذا شاعر. والشاعر ده مسلم ولا كافر؟ عارف لو كافر نقول اه ده مشرك، لانه اعتبر ان الماء يفعل بذاته الري لانه كافر. لكن المسلم لما يقول المية تروي العطشان يعني أن الله جعل سبب الري متعلق بالماء وأنه يخلق الري عند تناول الماء. قرينة إسلامه خلتني أول معنى كلامه كده،
لانه ده راجل مسلم. فاهم؟ يبقى المفروض لو عامل المسلم معامله الكافر. الاسلام الانسان ده قرينه قويه تجعلني احسن الظن فيه. حتى لدرجه ان احد مشايخنا كان بيقول لك كان مره بيزور السيد البدوي في المولد بتاعه. فلقى واحده ست بسيطه فلاحه بسيطه من الفلاحين المصريه واقفه قدام السيد البدوي. يا سيد يا بدوي انا بنتي اتجوزت وبقى لها سنتين وما حملتش. وجبنا البقره وبقى لها مش عارف قد ايه وما بتخلفش ما بتجيبش لبن كويس. وبقى لها قاعده بقى بتفرفرله. الراجل ده من العلماء وقال له بقى. قال لها ايه الحكايه دي؟ هو هيعمل لك ده كله؟ قالت له يعني هو هيديني من جيبه؟ يعني هي بتكلم ربنا. يعني هي يعني عارفه ان السيد بقى له ملوش جيبه ما فيهوش حاجه، يعني ده عبد. لا هو بيستبد من الله ويدي. زي ما ربنا يرزقك مال وتتصدق على الفقراء. مش ربنا يقول فارزقوهم منه؟ وقولوا لهم قولا ما. يعني هي امراه بسيطه بتقول كلام اللي يسيء الظن يقول لك الله بتطلب منه الرزق، تطلب منه تفريج الكروب. طب ما ربنا ما الرسول صلى الله عليه وسلم نسب تفريج الكروب للمؤمن. قال من فرج عن مؤمن كرب. يعني لما تقول يا فارج الكرب العظام ممكن تحمل في الظاهر على النبي. وممكن تحمل في الظاهر على العبد المسلم. وتحمل في الحقيقة على الله خلقا وإيجادا. يبقى المعنى واحد. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا؟ يبقى المؤمن ده ايه؟ فارج للكرب، مفرج للكرب. عشان كده ساعات في إذاعة القرآن الكريم يجي لك التواشيح يقول لك يا فارج الكرب العظام. أنا كنت مرة واحد جاي جنبي في العربية فأنا بألف الراديو كده وماشيين، فالراجل يقول يا فارج الكرب العظام. قلت له صلى الله عليه وسلم. قال لي ده الشكل بالسلم. ايه يا ابني اللي جرب؟ يقول لي فارج الكرب ربنا. قلت له انا اعترضت، يعني ما هو ربنا بيفرج الكرب على ايدنا شاء من الجد. مش الرسول بيقول من فرج عن مؤمن كرب فرج الله عنه؟ يعني النبي بيدلنا على الشرك يعني. ده ربنا بيقول ايه؟ وان احد من المشركين استجارك فاجره. يا رسول الله اجرني. يقول لك شرك. طب ما هو ربنا بيقول له وان احد من المشركين استجارك فاجره، فما بالك من المؤمنين؟ يبقى من باب اول. يوم يقول يا رسول الله اجر، درست الايه. الله. وإن أحد من المشركين استجارك، يقول لك الجوار يكون من الله والاستغاثة تكون إلى الله والسؤال يكون من الله. الله، هو أنت عايز تتعامل مع الله كده مشافهة وأنت كليم وأنت سيدنا موسى؟ حاجة غريبة. أنت بتتعامل مع الله من خلال الأسباب لأن أنت عبد عادي. فهمت؟ إنما ما تبقى نبي بقى دي حاجة تانية. لا ده عايز يتعامل مع الله بمقام النبوة. يا سيدي احنا ما نعرفش نتعامل مع الله من مقام النبوة لان مش انبياء، احنا نتعامل مع الله من مقام العبودية التابعة للنبوة. مش كده برضه فرق كبير. فكنا قاعدين مرة في حفل في المولد النبوي وواحد ايه بيقول يا الشيخ أسامة اللي هو المستشار أسامة بتاع اسكندرية بيقول يا رسول الله أجرني. بصيت لقيت الجدع قايم وعايز ياخد جزمته ويمشي. ما اعرفش مكان شرك. طب ايه اللي جابك اصلا؟ مع المشركين. فمسكته كده قلت له ماشي ليه؟ قال لي شوف الكفر اللي بيقول صلى الله عليه وسلم. ربنا هو وهو الذي يجير ولا يثار عليه. هو مش عارف الايه واحده. قلت له طب ما في ايه بيقول وان احد من المشركين استجارك فاجره. واحنا مؤمنين من باب اول. هو احنا يوم القيامه الناس هتستجير بمين يعني؟ مش هتستجير بالنبي فيشفع ولا هتستجير بمين؟ هبط وسكت بقى شويه كده لانه هو عارف ان القران حافظ سوره المؤمنون بس لسه ما جاش الدور على سوره التوبه.
فالحين ما يبقى يحفظ سورة التوبة المسلمين كلهم اللي بيستجيروا بالنبي مشركين، لحد ما يحفظ سورة التوبة يعرف ان اللي كانوا مشركين بقوا مؤمنين والحمد لله. ده دي طريقة، دي طريقة يا جماعة، ما يصحش، حرام، حرام انك انت تسيء الظن بالمسلم. المسلم اسلامه قرينة قوية لان تدفع عنه الشرك باي فعل يفعله، لان اسلامه قرينة قوية تمنعه تشوف اي تأويل ولو ضعيف وتحمله على انه مؤمن. شوف هذه هشكل الفقهاء يقول لك ده المسلم الصعب، المسلم الصعب، صعب انك تخرجه عن اسلامك لان اي فعل يعمله له تأويل، له معنى، قد يكون له معنى صحيح. واضح؟ قال مالك رحمه الله: بالمعاني استعبدنا لا بالألفاظ، فإذا بقي المعنى الذي استعبدنا به لم يلحق ذلك خلل، جاز لنا أن نعبر بما نشاء من العبارات الجائزة المعروفة. وهنا بحث: لما قال إذا وضع العشاء ولم يقل إذا كان وقت العشاء؟ الوضع العشاء يعني حضر، يبقى هنا الرخصة في حضور الطعام، لكن لو الاكل لسه فاضل عليه وقت وجاء وقت الصلاه ما انت كده كده منتظر، لسه الاكل ما استواش، انزل صلي بقى ولا هتنام تحت البوتاجاز لما الاكل يستوي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا حضر العشاء يعني خلاص حطوه على السفره كله جاهز، وجاء وقت اذان المغرب وهيقيموا الصلاه وانت جعان اقعد كل بقى، لكن ده ما يتناولش اللي الاكل بتاعه لسه ما اتحطش ولا لسه اشتراه من السوق. واضح؟ وبحث اخر: هل هذا خاص بالعشاء لا يمكن في غيرها، او هو جائز في العشاء وغيرها في اي اكل، يعني سواء انت حضر وقت صلاه وانت جعان في اي وقت بقى؟ ويكون ذكر العشاء هنا من باب التنبيه بالأعم على الأخص. فالجواب عن الأول أن وضع العشاء ووجعلها بين يدي صاحبها سبب لتحريك الشهوة للطعام، وتحريك الشهوة للطعام مما يوجب تعلق القلب به، وتعلق القلب به يوجب عدم الحضور في الصلاة وعدم الإخلاص وعدم الخشوع، وهذه الأشياء هي أحد الأسباب المرجوة في قبول الصلاة. فلما كان حضور طعام علة يتوقع من عدم القبول قيل له داوي علتك بأكلك الطعام، كأنه بقى مريض اديله مسكن عشان يجي في الصلاة ما يبقاش متألم من جوع. وحينئذ تقدم على صلاتك، لأن مولانا جل جلاله يقول: فإذا فرغت فانصب، يعني فرغت من حاجاتك فانصب إليه، يعني ما تجيش وانت عندك حاجة، عندك مغص عايز تدخل حمام تقف صلي وتضم رجليك كده بقى تعملها علامة اكس، دي صلاة دي؟ ما ينفعش، هيبقى كل مخك في مجرى بولك، ما ينفعش دي ما تبقاش فيها صلاة فيها خشوع. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله الصلاة من حاذق ولا حاقد ولا حاقد. شوف يعني معناها إذا فرغت من حاجاتك وضروراتك فارغب إلي، ده معنى برضه لطيف للآية. قال علماؤنا: إذا فرغت من أمور ضروراتك فإن القلب أبدا متعلق بضرورات، فإذا فرغ منها حسن للدخول في العبادة. وكما روي عن عبد الله بن عمر أنه إذا كان صائما ورأى من بعض جواري ما يعجبه إذا كان وقت المغرب يأكل ويجامع ويتطهر وحينئذ يصلي، فهذا السيد عرف معنى الآية والحديث، ولذلك كان أتبع الناس للسنة، فإذا دخل وقت العشاء ولم يكن قدمت له فيجب على ذلك تقديم الصلاة، لأنه يجتمع له تضييع، لا هو يأكل طعاما ولا هو يؤدي ما عليه من صلاته. والوجه السادس والأخير اليوم: يترتب عليه من الفقه أن الحق للمتقدم، الحق للمتقدم، يعني لو العشاء تقدم، العشاء تقدم على الأذان يبقى الوقت للأكل، ولو الأذان تقدم على الطعام يبقى الوقت للأذان، يبقى الوقت للصلاة، فهم؟ يبقى الوقت للمتقدم. يؤخذ ذلك من قول عليه الصلاة: إذا وضع العشاء، لأن وضع العشاء مقدم على الصلاة، فكان الحق له، فكان الحق له، والله تعالى أعلى وأعلم.
ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله غدا بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.